السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية خنشلة في منطقة ما يسمى بالصحراء الممشى لنقف على الاستثمارات الضخمة نتاع مجمع كوسيدار في الميدان الزراعي بفرعه كوسيدار فلاحة ليتم بإذن الاستثمار في مجال فلاحي وكذلك في مجال تربية المائيات تربية الأسماك في إذن الأحواض والسدود وتم إنشاء يعني أحواض ضخمة لإذن تربية بعض الأنواع نتاع الأسماك التي تتلائم مع المناخ نتاع المنطقة هذه وكذلك في استغلال هذه المياه نتاع الأحواض في السقي لما لفائدة كبيرة يعني في فيها بكتيريات تساعد على تحسين المردود نتاع الفلاحي. إذن فيه عملية متكاملة ما بين تربية الأسماك وكذلك الزراعة وإنجاز إنشاء محيطات فلاحية خاصة في إنتاج الذرة والحبوب. نترككم تتابعون هذا التقرير حول إذن الاستثمار تاع مجمع كوسيدار في ميدان تربية الأسماك على مستوى إذن المحيطات بولاية خنشلة في منطقة الصحراء الممشى. نترككم تتابعون هذا التقرير. السلام عليكم. قرها في شعبة تربية الأسماك تسعى مؤسسة كوسيدار للزراعة بصحراء الممشى إلى مضاعفة الإنتاج خاصة بعد صدور القرار المشترك الذي استفادت من خلاله كأول متعامل اقتصادي من علاوة مقدرة بخمسين دينارا عن الكيلوغرام الواحد المنتج من سمك البلطي الأحمر. يهدف هذا القرار وهذه الإجراءات إلى تحفيز المنتجين على مستوى المؤسسات تربية المائيات على زيادة الإنتاج، كما أنه يحفز على المنتجين الصغار المنتجين على مستوى المستثمرات الفلاحية على زيادة الإنتاج. احنا بدينا من خلال هذه المؤسسة الرائدة مؤسسة كوسيدار اللي ما يخفاش على العام والخاص أن هذه المؤسسة تساهم في هذا الإنتاج الوطني من خلال الحفاظ على الأمن الغذائي بتوفير مادة سمكية طازجة سواء لولاية خنشلة أو لكل ولاية الوطن. اختيار مؤسسة كوسيدار للزراعة لإطلاق أول عملية بيع بعد تطبيق هذه العلاوة التحفيزية جاء بعد ريادتها وقدراتها الإنتاجية التي وصلت 200 طن من سمك البلطي الأحمر، منها 30 طنا جاهزا للتسويق في انتظار بلوغ الآلاف من الصغار بهذه المفرخة وجاهزيتها للبيع والاستهلاك. كوسيدار للزراعة تستفيد كأول متعامل اقتصادي من هذه العلاوة التحفيزية والمقدرة بخمسون دينار جزائري عن كل واحد كيلوغرام من هذا المنتج، وهذا ما يحفزنا أكثر على تنمية هذا النشاط، حيث نسعى إلى استزراع 2 مليون من صغار البلطي الأحمر أي بقدرة انتاجية تقدر ب 400 طن سنوي. هذه العلاوة ستحفز لا محالة منتجية التلابيا لزيادة الإنتاج وتوفير أسماك المياه العذبة التي أصبحت اليوم تزين موائد الجزائريين حتى بالمناطق الساحلية.